صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الخير زملائي بالاستوديو. نبدا فقره رياضيه جديده لهذا اليوم. تدريباتنا راح تكون خاصه بمنطقه الظهر، راح ناخذ تمرينين او ثلاث تمارين لهذه المنطقه نقدر نشتغل عليها من اكثر من زاويه. قبل هذا كله نبدا بالتيه العضليه والمفصليه. نبدا بالقدم جانب، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، قدم الثاني واحد ثلاثه اربعه خمسه، وركل الجانب واحد اثنين ثلاث اربعه خمس، جذع مره يسار مره يمين، اربع خمس ست سبع، جائري واحد اثنين ثلاث اربع خمس، اكتاف للخلف واحد اثنين ثلاث اربع خمس، للامام واحد اثنين ثلاث، رقبه للجانب واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس. هيئنا جسمنا، تهيئة عضلية ومفصلية. نبدأ بتدريباتنا، طبعا تدريباتنا راح تكون بمساعدة الوزن. راح ناخذ الوزن اللي موجود عندنا، الوزن هو اللي دا يتمرن، هو يتحكم بالوزن اللي دا ياخذه. القبضة مالتي طبيعية، القبضة للأمام، أنزل ظهري منحني، ركبتي بها انثناء بسيط، راح أسوي سحب بالوزن على مستوى البطن وأنزل مرة ثانية للأمام حتى أشغل عضلات الظهر. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، خذت عشر تكرارات نقدر نعيدها، أربعة في عشرة أو حتى في خمسة في عشرة. طبعا الوزن لازم يكون وزن متوسط مو وزن ثقيل، لأن هذه منطقة الظهر تكون منطقة حساسة تلافشر الإصابة. مرة ثانية راح آخذ أعكس إيدي بالمقلوب، نفس التمرين أدي إيدي بالمقلوب حتى أشتغل من زاوية ثانية، نفس الحالة انحناء بسيط أسحب. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، عشر تكرارات مو كافية، أعيد التمرين 15 في أربعة وحتى في خمسة. التمرين الأخير راح آخذه نفس الحالة، فتحة رجلي متوسطة ويا مستوى جسمي، انثناء بسيط بالركبة، أنزل للأسفل أصعد مرة ثانية للأعلى. نبدأ سوا، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، خذت عشر تكرارات أعيدها، أربعة في عشرة أو حتى خمسة في عشرة. طبعا هذه التدريبات ما يصير أجاني أديها من وحدي، لازم أخذها من شخص مختص بهذه المسألة حتى يعطيني التمرين المناسب إلي. ويا هذا كله التزم من هذا غذاء معين خالي من السكريات والمعجنات حتى اوصل للوزن المثالي. شكرا لكم، عودة للزملاء في الاستوديو، في امان الله.